احنا برضو لسه في الاجواء الرياضية، بس من الانشطة بقى الصيفية اللي انطلقت هذا العام على شاطئ البحر بمدينة العريش. تحول طبعا شاطئ مدينة العريش لساحة مفتوحة لممارسة الرياضة، واللي صاحبتها انشطة مختلفة متنوعة رياضية فنية استعراضية، وده بمشاركة براعم وطلائع مديرية الشباب والرياضة. خلينا نشوف التقرير ونرجع لكم تاني. على شواطئ شمال سيناء تتواصل الفعاليات الصيفية، وامتدت المهرجانات إلى 5 مواقع في العريش وبئر العبد. ألعاب رياضية وعروض فنية مستمرة لإنعاش حركة السياحة وإسعاد المصيفين بمساعدة متطوعين ومساهمة جهات حكومية، والهدف رسم البسمة على وجوه الصغار والكبار. كورنيش بتدل إنه ما فيش في العريش إرهاب، بتدل إنه ما فيش في العريش إرهاب ولا أمن ولا مال موجود في المنطقة. هذا التحدي كان أول ملامحه لهذا الصيف انطلاق مهرجان رياضي موسع نفذته مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء على الشاطئ، تضمن عروضا فنية ورياضية في أهم مناطق تجمع المصطفين على شاطئ العريش وشاطئ الرواق بمدينة بئر العبد، حيث اعتاد الأهالي الخروج إليها. عاملين لقاءات رياضية شبابية لكل أولاد شمال سيناء، حاول نعمل معاهم لقاءات رياضية، وطبعا في ألعاب ترفيهية مع طبعا اغاني وطنيه، بنجمع الاولاد طبعا وبنلعب في العاب مائيه، وفي طبعا لقاءات مع القياده بنشرح لهم الوضع الحالي، يبقى المنظومه كلها متكامله، بنخلي الشباب السيناوي يعيش معانا الاحداث ويفهم ويعي قدر المسؤوليه، والمرحله الجايه في لقاءات ثانيه ان شاء الله متواليه، شغالين كل اسبوع وفي وسط الاسبوع بنعمل لقاءات مجمعه. الأنشطة الصيفية التي شارك فيها فرق الشباب والطلائع وتجاوب معها المصطفون تؤكد أن الحياة مستمرة على أرض شمال سيناء بعد دحر الإرهاب وإفشال مخططاته. يعني تقرير مهم جدا ورائع جدا، والتقرير بتعرض يا أسماء يعني رجعت كده بالذاكرة لحاجة كانت زمان على ايام والدي وجدي، حاجه اسمها الساحات الشعبيه. الساحات الشعبيه دي كانت في كل حته كان فيها ساحه شعبيه، زي مثلا مركز للرياضه كان بيتم اكتشاف المواهب فيه، وكان طبعا هذه الساحات الشعبيه كانت طبعا اكيد بديل ل يعني النادي ومركز الشباب والشاب طبعا بيلاقي متنفس ليه، صح. فدي حاجات جميله جدا. لا والعظيم كمان في تقرير رجائي ان احنا مصورينه فين؟ ان كل الناس متخيله انه سينا حرب وانه اهلها مش عايشين وما بيمارسوش حياتهم بشكل طبيعي، بس احنا لما نشوف انه في شمال سينا دلوقتي في عروض صيفيه ونشاطات وبيشاركوا فيها الاطفال والسيدات والشباب، فده بيديك انطباع عن شكل الحياه الطبيعي، يعني الناس عايشه بشكل طبيعي ومؤمنه. اه في حرب ومكافحه للارهاب، ولكن في نفس الوقت مش حارمين الناس من ان هم يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي. صحيح.